السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم أمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأهلنا في فلسطين الحبيبة، اللهم أمين. النهاردة تاريخ 16 من شهر 12 لسنة 2023، ده طبعا الله يبارك في الجميع. فورميك أسيد تركيز 65%، تمام. طبعا درجة الحرارة النهاردة تاريخ السبت، طبعا النهاردة السبت، درجة الحرارة حاليا حوالي 25 درجة مئوية. طبعا مفيش مشكلة ان انا اكافح، تمام. انا دلوقتي هدي جرعة سريعة بالفورميك اسيد، تمام. طبعا ما انصحش احد، وتكلمت قبل كده في الكلام ده في ملف صوتي فيديو، قلت محدش يكافح باي مادة في درجات الحرارة المنخفضة اللي هي نقدر نقول 17-18 درجة، لان المادة الفعالة نقدر نقول مش هتأدي الغرض، تمام. ده طبعا الفورميك اسيد بعد ما تم تعبئته، تمام، في الحقنة والسرنجة، تمام. طبعا 25 درجة مكافحة سريعة اللي احنا نقدر نكافح بيها دي، باذن الرحمن هتأدي الغرض، هتتفاعل المادة. الاجواء مشمسة لو انتوا تلاحظوا، طبعا الله يبارك في الجميع. انا حاطط قطعة زي ما انتوا شايفين من القماش، تمام. انا بقى شدت لاما بالقماش لاما قطعة من الخيش. اتمنى يكون الصورة واضحة. انا ما بستخدمش النايلون، تمام. عاوز بس اتكلم في نقطة، غطى الخلية، غطى الخلية، اتمنى يكون الاصدقاء شايفينه، واتمنى بس الصوت يكون واضح لان اتوقع في طيارة ماشية. غطى الخلية من الداخل لو احنا شايفينه، الخطى جف، معنى الكلام ده ان الحمد لله لا يوجد رطوبة. لو في رطوبة هنلاقيها هنا، لو في رطوبة هنلاقيها هنا، هنلاقي دي مبتلة مية، تمام. فاصبح ان انا دلوقتي ما عنديش رطوبة، ده شيء كويس، ده شيء كويس، لان الرطوبة زي ما احنا قلنا في الشتاء مشكلة. طيب حبينا بس نوريكم غطى الخلية لعل تشوف. انا طبعا زي ما انا قلت لكم بشتي سواء بالخيش او بقطعة من القماش، كل اخ طبعا زي ما شايف مناسب من حاله يشتغل، تمام. طيب الله يبارك في الجميع، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله يبارك في الجميع، دلوقتي زي ما احنا شايفين اللهم لك الحمد موفر، نقدر نقول مخزون من العسل في البراويز، تمام. موفر مخزون من العسل في البراويز، يعني اتمنى لو الصورة تكون واضحة ويظهر لكم ضغط النحل اولا، تمام، ضغط الخلية موفر له كل شيء. ان شاء الرحمن هضع كندي، تمام، بعض الخلايا هضع فيها كندي اليوم، وبعض الخلايا هضع فيها عجينة كندي بكرة، اللي هي العجينة السكرية، تمام. طبعا الله يبارك فيك في الجميع، انا حاليا هكافح. طيب بالنسبة للجرعة، بالنسبة للجرعة اللي انا هشتغل بيها، تمام. طبعا كل اخ بيشتغل بجرعة معينة، انا بالنسبة لي من الفورميك اسيد، تمام، دائما بدي الخلية او بدي البرواز، البرواز الواحد بدي له سنتي ونص، تمام. طبعا مش معنى كده ان اي حد يعمل زيي، لا، جرب على خلية واحدة، تمام، شوف الوضع عندك عامل ايه، الامور ممتازة، اعمل المنحل بالكامل، تمام. التركيز يختلف، التركيز يختلف، سواء الاخ اللي بيكافح نقدر نقول بتركيز 80%، اللي بيكافح بتركيز نقدر نقول 100%، كل اخ نقدر نقول حسب اللي شغال. طيب الله يبارك في الجميع، دلوقتي بس هدي جرعة، اللهم صل على رسول الله، هدي زي ما احنا قلنا دلوقتي، هدي الخلية ديت، اللهم صل على رسول الله، 2 4 5 6، هدي الخلية ديت نقدر نقول في معدل 6 6 12، هديها 9 سنتي من الفورميك اسيد، تمام، زي ما احنا شايفين اهو. اتمنى بس الصورة يكون واضحة،
طيب عامة انا اديت دلوقتي 5 سنتي، ادي الباقي زي ما احنا شايفين اهو. طيب انا بالنسبة لي كده، الله يبارك في الجميع، نقدر نقول انا كده بالنسبة لي كفحت. طبعا اهم حاجة موقعش فورميك اسيد، موقعش فورميك اسيد على النحل نفسه. تمام، ده لحظة واحدة بس نقفل الخلية. تمام، طبعا بس قبل اقفل الخلية، الفورميك اللي انا وضعته هنا تمام هيتبخر للاسفل وفي نفس الوقت هيقضي نفس الغرض. تمام، بس عشان النحل كان هاج فبالتالي قلت صورة اسرع. تمام،